السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. في هذا المقطع إن شاء الله سنشاهد نزال قوي جدا بين المقاتل المصري كريم مبارك والخصم ديالو الجزائري حمايلي. فباش ما يتقلقوش علينا الإخوة المصريين أنهم تيسولوا بزاف على الأبطال ديالهم، فاضطرينا باش نديروا هذا النزال اللي جمع ما بين مقاتل جزائري والخصم ديالو المصري. نخليكم مع اهم التفاصيل ديال هذا النزال، وما تنساوش في الاخير تشتركوا في القناة وتشغلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. فكما كتشوفوا يعني المقاتل الجزائري حمايلي ضد كريم مبارك. غادي نشوفوا يعني هذا النزال، صراحة نزال رائع. فمبارك هو صاحب القفازات الحمراء، اما الجزائري حمايلي هو صاحب القفازات الزرقاء. فكنشوفوا بدايه قويه، لاو كيك، ضربات مختلفه، ممتاز للمقاتل كريم مبارك. فنزال متحرك، حنا كنشوفوا يعني الضخامه ديال المقاتل الجزائري صاحب القفازات الزرقاء، ولكن رياضه الكيك بوكسين يعني ما كتعتمدش يعني بشكل كبير على يعني البنيات العضليه اكثر ما كتعتمد يعني على التقنيه وكذلك التركيز وكذلك الروح القتاليه. فكنشوفوا يعني لحد الان يعني كريم مبارك هو الافضل. فنهايه الجوله الاولى، فكما قلت هذا النزال كيندرج يعني ضمن منظمه سينشي، يعني منظمة يابانية قادمة بقوة. صراحة كتذكرني بأيام كايوان، يعني الطقوس ديالها بحال ديال كايوان تقريبا. مبارك يعني هو اللي مسيطر لحد الآن على المقاتل الجزائري، يعني ذو البنية الجسمانية القوية أو الضخمة، لأن ماشي يعني ماشي بالضرورة تكون قوية فقط يعني ضخمة. واو، يعني لحد الآن كريم مبارك هو الأفضل في جوج ديال الجولات الأولى. فنشوفوا الجولة الثالثة، هنا يعني كيحاول المقاتل الجزائري باش يعني يسقط المقاتل كريم، ولكن هذا الآخر صراحة هو الأفضل في هذا النزال يعني منذ البداية، أي منذ الجولة الأولى. فكنشوفوا حتى الريتم يعني ديال النزال نزل بشكل كبير، هذا كيدل على أن المقاتلين بجوج يعني فقدوا الثروة البدنية. غادي نشوفوا يعني القرار النهائي ديال القضاة واللي كيعطي أكيد الفوز لكريم صراحة مبارك اللي كان هو الأفضل في هذا النزال واللي فاز بالحزام ديال هذه المنظمة. ما شاهدتم بهذه الطريقة انتهى هذا النزال لصالح المقاتل المصري كريم مبارك، والذي صراحة أبلى البلاء الحسن طيلة هذا النزال. وفي الأخير أتمنى أن لا تنسوا أن تتركوا لنا آراءكم في صندوق التعليق، كما أتمنى أن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.